أسدل الستار عن أولى مباريات كأس بطولة حضرموت لكرة القدم في نسختها السابعة، وجاءت أولى مباريات الدوري بتغلب نادي التضامن على نظيره الضليعة على ملعب الفقيد براد بالمكلا، ويقابلها فوز نادي اتحاد سيئونة على نظيره هلال السويري في افتتاح البطولة على ملعب البرق بمدينة تريمة. المزيد في هذا التقرير. بعد توقف دام لأكثر من 3 سنوات، أسدل الستار عن أولى مباريات بطولة كأس حضرموت لكرة القدم التي تأتي برعاية من السلطة المحلية بمحافظة حضرموت. طبعا بطولة كأس حضرموت تعني لنا في مكتب شباب الرياضة ولكل الكوادر الرياضية بأنها ليست مجرد بطولة رياضية فقط، ولكن هي أيضا لها أو تلقي بظلالها على الكثير من الجوانب الاقتصادية والسياسية، بحيث أنه نجسد المقولة بأن الرياضة دائما تصلح ما تفسده السياسة. بالنسبة للجانب الفني، نحن هنتكلم من الجانب الفني، قمنا بإعداد الحكام إعدادا جيدا لهذه الدورة السابعة، وكان دوري البلدة له الفضل الكبير في أيضا إعداد الحكام بدنيا ولياقة وإشرافا على قوانين اللعبة. مباراة أولى جمعت بين ناديي التضامن والضلع على أرضية ملعب الفقيد براد بالمكلا انتهت بفوز التضامن ب3 أهداف نظيفة دون رد. حقيقة أن كثير من الفرص أهدرت، كنا من المفروض أن احنا نفوز بقى أقل 5 6 7 أهداف هكذا، لكن الحمد لله نقول قدر الله وما شاء فعل ومكتفين بهذه النتيجة. يعني نبارك لفريق التضامن، الفريق العريق الذي يحمل تاريخ له صولات وجولات في الزمن القديم. جماهير عاشقة لكرة القدم لم تستطع الغياب عن افتتاح البطولة واعتلت الجبال لمشاهدتها، وذلك بعد إيقاف الجمهور في 5 مباريات رسمية يلعب فيها نادي التضامن نتيجة الأحداث الأخيرة التي شهدها نهائي بطولة كأس البلدة التنشيطي بين ناديي شعب حضرموت والتضامن. وفي المباراة الافتتاحية الثانية التي أقيمت على ملعب البرق بتريم، تغلب نادي اتحاد سيئون على نظيره هلال السويري ب3 أهداف نظيفة، مباراة شهدت حضور جماهيري كبير يليق باسم هذه البطولة. البطولة التي انتظرها الجمهور الحضرمي منذ 3 سنوات بعد توقفها لأسباب خاصة، الشيء الطيب أن هذه البطولة أعطت الحضرموت نكهة خاصة وأعطت رياضة كرة القدم خاصة في الوادي والساحل نوع متقدم من الرياضة، والحقيقة سعدنا أن احنا البطولة عادت بعد توقف 3 سنوات. مباريات بطولة كأس حضرموت يجب أن تحظى هذه المرة بترتيبات تليق بالبطولة بعيدا عن المشاهد والأحداث المخزية التي تشوه صورة الرياضة الحضرمية وتليق باسم وتاريخ حضرموت.